مساء الخير. في واحد مرة سوى حادث فراح صاحب التاكسي يعني صاحبه وقال له يا أخي أنت كيف سويت الحادث؟ أنا مش قلت لك لما تكون تمشي بالسيارة ومسرع يعني عشان الناس ما يمشوش من قدامك يعني وكم طرق بالهون عمل الفلاشة تحت السيارة يعني أي حاجة نبههم أنك ماشي. فقال يا أخي والله سويت كل شيء لكن ما يفهم الناس. الراجل اللي صدمته ما فهمش، راح زار الراجل المصدوم في المستشفى قال له يا أخي الراجل طرق لك بالهون تيت 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 والراجل سوى لك الفلاش، ليش يا أخي ما فهمت شو مشيت قدامه؟ قال يا أخي فين أهرب من داخل دكاني؟ يعني الراجل قتل في دكانه عادي. واحد يستظرف، هي ظرافة يا جماعة الخير يعني نكتة، لكن من النكت اللي احنا نشوفها يوميا إنه واحد عاكس في خط سريع تمام، وفوق هذا كله يعني هو ماشي والناس ماشيين في طريقهم وماشي يقول ايش هؤلاء الناس يا جماعة الخير، الشعب ما يعرف يسوق. كلهم عمري ما طلعت تاكس ولا باص الا يشتم في الشعب اللي ما يعرفش يسوق. يا أخي لنا ساعة وإحنا جالسين مش راضي تتكلم، جالس تتنفخ، إيش فيه؟ بالله عليك يا سيد جنتل، هذا يرضيك؟ سيارتي يصدموها ليش يصدموا سيارتي؟ إيش عملت سيارتي؟ أنا خلاص سيارتي مصدومة أمشي رجل، أنا زعلان مقهور على سيارتي. بس زعلان عشان سيارتك مصدومة؟ تعرف ليش؟ أول شيء سيارتك واقفها غلط وعاكس للطريق وطلعت فوق الرصيف وموقفها وسط الخط. بالله عليك ما تشيش هذه السيارة تنصدم. أخي افهم، الناس كلهم كذا يخالفوا، الناس كلهم كذا يوقفوا، إيش المشكلة؟ الناس كلهم يوقفوا، طيب وأنت ضروري تكون زي الناس، ليش ما تكون أنت عكس هذا الناس؟ ليش ما تكون أنت ملتزم بالقواعد، ملتزم بخطوات الطريق؟ خلاص مرة ثانية واحد يوقف سيارته ويشتري سيكل موتور وصح، لما يكون معي موتور اكون اعكس الطريق واطلع من فوق ال اللي بالوسط، هذا اسمه انه الرصيف وادخل بعرض اي بقاله بس واطلع لحظه واطلع راكب واخلي الراكب كمان يكسر رجله عادي واعيش حياتي. ما شاء الله لك، يعني شيء تقلد اسمك سيد فوضوي وفوضوي كمان في الطريق. يا اخي ليش ما تلتزم انت بالقواعد؟ بيضرك شيء؟ ولا قواعد ولا اي حاجه، موتور ما فيش احسن منه. من السيارات تخيل عدنا بالستين شفت واحد يسوق الموتور حقه السيكل وطارح رجله على اسمه ذاك اللي هناك الدركسون هذا وممدد كذا راقد عامل نفسه كأنه مثل من الهندي، شكله تحفة. أعجبك هذا الشيء؟ كان لي يديني أصدمه بس ما حصلش فرصة أن يصدمه. بس بسألك سؤال يا أخي، ليش السيارة تسير والطيارة تطير بس السيكل ما يسيكلش؟ لا انا بجيب لك سؤال احلى من كده، ليش الناس في شارع الستين عند جسر السنينة بتمشي من تحت بين السيارات وما تطلع فوق الكوبري؟ قصدك جسر السنينة اللي ممتد من سوق السنينة لشارع الرباط، اللي من عند السنينة لسوق لشارع الرباط. وبعدين انا طبعا انا شفتك، يعني ما بكذبش عيني، انا شفتك بنفسي وانت ماشي من بين السيارة والسيارة مسرعة. يعني ايش بايع روحك انا؟ لا مستعجل، يعني بدل ما اطلع على الكوبري واطلع على الدرج ومشي من فوق الكوبري هذا الجسر ومشي وارجع انزل، قدرنا بين السيارات كذا اسرع على طول، يعني راحتك خفه كذا يكون خفيف. ان شاء الله عليك مستعجل بس الموت اسرع. يا اخي هم اصحاب سياره عندهم فرامل، عندهم البريك هذا الفرامل. اذا كان اصحاب السياره عندهم فرامل انت عندك عقل، يعني ايش اللي بيضرك؟ هي دقائق بسيطه بس تطلع من فوق الجسر وعديت وانتهى الموضوع. بصراحة
أنا عندي ثيوبيا. بلدك إيش؟ ثيوبيا. وهذه كيف جتك هذه الثيوبيا هذه؟ كيف جت؟ أنا عارف إنك أنت فاشل في الطب، ما تفهمش الأشياء الكبيرة. شرح لي هذه الثيوبيا. هذا الثيوبيا اللي عنده يعني اللي يخاف من المرتفعات يطلع كذا ويمشي من فوق الجسر. فأنا عندي ثيوبيا ما أقدرش أطلع. يا بني آدم ما اسمهاش ثيوبيا، ما اسمهاش ثيوبيا، هذه اسمها فوبيا مش ثوبيا، وما نش عارف إيش اللي بتسميه فوبيا. أيوة هذه أنا عندي هذه الآن هذه ها. بعدين يا أخي هذا مش عذر أو مبرر يخليك تمشي من بين السيارات وهي مسرعة. افرض لا قدر الله انت كنت انت واسرتك ولا انت واهلك، ايش اللي بيصير؟ حياتك خلاص يا اخي، خلاص ما خلاص ما قطعش ان شاء الله اطلع من فوق الجسر. تمام يا اخي، بس في حاجه غريب. ايش؟ لما اكون اسوق سيارتي يعني خط من داخل حفره لفوق مطب، من فوق مطب لداخل حفره بامان الله، فجاه يطلع لك شارع ثاني. سبحان الله. لا وكمان يعني لا وكمان تحصل واحد زعلان يقول هؤلاء الناس يا أخي ما يفهموش بقواعد المرور، تلاقي هو ما يعرفش بقواعد الإنسانية أقل حاجة. يعني إيش من قواعد مرور يا أخي وأنت تجلس تخالف بالشوارع؟ وتحصل بعض الناس يوقف سيارته لأنه مع شدة الزحام يوقف سيارته ويطلع موتور عشان يتخارج. والموتور طبعا كل احنا نعرف الموتورات يعني عايشين حياتهم يعني ممكن يطلع يعني من فوق مطب ويطير، ممكن يطلع من فوق الجزر هذا كيف الوسط ويطير، يعني ممكن لو طلع الدور الرابع ونزل يعني عادي يطير، مش مشكلة، المهم انه عايش حياته. مرة واحد صاحبي كان ماشي في الطريق الساعة 12 في الليل وفجأة وقف، شاف اللمبة حمراء إشارة المرور، يعني الإشارة حمراء الساعة 12 في الليل وقف. قال له عسكري يعني شرطي، قال له إيش معك أنت هنا؟ قال له بس واقف لأن الإشارة حمراء. الشرطي ضحك على قال له أنت مش شارب حاجة؟ فقال يا جماعة الخير حتى إذا واحد بيمشي بنظام يشعر أنه في يعني حاجة مش ولا بد يعني. وعشان نناقش هذا الموضوع ونثري هذا الموضوع كان معنا ضيف عزيز على قلوبنا، وهذا الضيف يا جماعة أتكلم حول هذا الزحام، وكمان أتكلم على نقطة أساسية جدا وهو إن الناس لما يمشوا من تحت الكوبري موجود كوبري المشاة، هو ماشي بين الناس في خط سريع عشان يكون سريع يعني كثير المقبرة. يعني معنا السيدة نوران عبد الرحمن النمر. ضحكي مرتاح يعني؟ ضحكي ضحكي ايوه ضحكي. طيب تعالي نوران عبد الرحمن النمر صح؟ ايش اسمه ابوك؟ عبد الرحمن. وانت اسمك نوران عبد الرحمن؟ نوران ابي عبد الرحمن لقب النمر. طيب نوران عبد الرحمن النمر. طيب نوران انت اجيتي قبل كم لهنا؟ والله ساعة. من جابك؟ اخي. جيتم بتاكسي ولا بسيارة؟ العب بموتر. لا بسيارة موتر. طيب لما جيتم بموتر لما جيت الموتور كان في زحمة في الشارع؟ شوية. ايش رايك في الزحام؟ شوية مش حلو، واللي جاي يعاكس كده الطريق ويعاكس بالطريق. انا بنعكس ونو؟ انا
تعكس بالمطر؟ نختارنا هكذا وهم هكذا. كيف كيف؟ هكذا؟ احنا هكذا ومخطوع هكذا. الله يعينك يا بنتي. طيب لما يجي لك سيارة هكذا وانت عاكس هكذا كيف بتسوي؟ هم وقفوا احنا خطينا. طيب فرضا السيارة لقيت لك هكذا صدمتك؟ لا الحمد لله ورايا ناصر. ورايك ناصر ما شاء الله. قمة الثقة انه واحد يكون فعلا واثق باخوه. والله انا سعيد بهذا الموضوع. بس قولي النص لا يكون شيء خالف بالطريق ويعكس الطريق تمام، عشان بعدين اذا جت سياره كذا بعدين مش حصل شيء نصر صح. نوران تعرفي قصر السنينه هذاك القصر اللي مشوه الناس فوقه عشان عشان يقطعوا الطريق الشارع؟ ليش عملوا القصر هذا؟ عشان إذا كان هناك زحمة وما أقدر زحمة قوي في ناس يخطون هناك ونفس الطريق. هو نفس الطريق بس يطلعوا يعني يطلعوا من فوق القصر يعني؟ يطلعوا من فوق القصر ولا يمشوا من تحت؟ من تحت. يمشوا من تحت القصر؟ أيوه. طيب لما يمشوا من تحت القصر وش في سيارة سريعة تجي؟ أيوه. ممكن تصدمه يموت صح؟ أيوه لكن هو ينتظر توقف ويخطأ. طيب قد في قصر ليش ما يطلعش القصر؟ نسي. هذا نسي من بعد المغرب يعني؟ كيف نسي يا بنتي؟ قدامه سيارة، في سيارة بتصدمه سريع، عرفتي؟ في قصر ليش ما يطلعش القصر؟ عشان هكذا يشوف فوق القصر بعدها يطلع. طيب في بعضهم ما يطلعوش يمشي بين السيارات، هتصدم السيارة، وإذا تصدمت السيارة ايش بيحصل له؟ هيموت. لما يموت بيضيع زوجته أطفاله صح؟ وسيارته. سيارته. طيب يا بنتي انت ايش رايك بالسرعه؟ يعني واحد يكون يسرع في الطريق ولا يكون هدوء يمشي؟ طيب انت يعني لو سالتك انا مثلا سؤال بس بيني وبينك يعني ركزي معي، لو سالتك انه بابا يسرع بالسياره؟ ايوه. ونصر شويه يعني ما يسرعش كثير. طيب في عام 1886 لما يعني لما صنعوا السيارة أنت إيش قلتي لصاحب مصنع السيارة؟ ما قلتيلوش حاجة؟ ما نصحتيش نصيحة؟ طيب انصحوا الآن، قولي له لا تكونش تخلي السيارة يعني يسرعوا. خلاص إنك تنصحوا صح ولا لا؟ المفترض لكن هذا المفترض. أجل طيب في الحرب العالمية الأولى كان في سيارة ولا ما فيش؟ ما كنتش موجودة. فين كنتي ذيك اليوم؟ في البيت. في البيت لأنه يعني كنتي مشغول. فين كنتي في البيت؟ في المطبخ ولا فين؟ كنت في التلفزيون. شوف التلفزيون. أيوة في الحرب العالمية الأولى كنت تشوف التلفزيون. إيش كنتي تشوفي في التلفزيون ذيك اليوم؟ أطفال. إيش من القصة؟ إيش من مسلسل؟ قصة خرج الجبان. ها؟ خرج الجبان. كر إيش؟ هو كلب جبان. هو كلب جبان. جبان. هو في كلب يا بنتي قوي، ما في عند الكلاب اللي هنا خارج يعني. في حلقة هذا. أيوة. هذا إيش اسمه؟ اسم الكلب اسمه؟ برج الجبان. اسمه برج وجبان. أيوة. طيب. في الحرب العالمية مش الأولى، نقول في الحرب العالمية اللي قبل الأولى. يعني نقول مثلا في عام 1918 لما وعد بالفور جاء للفلسطينيين. يعني قال عفوا لليهود عشان انهم بيدخلوا فلسطين. هذيك الايام يعني كان عندهم سيارات ولا موتور؟ مش عارفه. فين كنتي؟ ليش مش عارفه؟ فين كنتي؟ كنا في جد، في بيت جدي. هذيك اليوم كنتي في بيت جدك في عام 1918. ايش كنتي تعمل في بيت جدك؟ في الليل. في الليل كان الوعد بالفور كان في الليل. ايش كنتي تسوي هذيك اليوم؟ كنت شويه اخذها كده ما سوى بعدين ركضت. كنت ايش؟ كنت راكده. كنت راكده لما قعد بالفور. خساره. انا عارف انه لو كان وعد بالفور وانت صاحي لا يمكن كان يعمل وعد، لا يمكن. طيب ايش تنصح الناس اللي يسرعوا في الشوارع؟ لا تسرعوش في الشوارع عشان الناس يشتوا يخطوا.
Thank you.